السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. الشعار اللي ولا جديد ديال قناه اجين سولك هو ما كاين على الجديد. جبت لكم عاوتاني الجديد ديال من ديال لا مارك كي سيليكت الكي اس 3 ديالهم. الا بقيتوا عاقلين كنا درنا سابقا لا فيرسون ديال الكي اس من يلاه دخلت للمغرب، جات من موراها وتمشات لهم صراحه بزاف، جات من موراها الكي اس 2. اما دابا الكي اس 3 فهو الجديد اللي يلاه دخل دابا حاليا. اللي زوين هو كاينه هذه هي باش اللي تيستيتو، بغيت نبارطاجي معكم لي سبيكس ديالها كاملين كيف العاده، ايجابيات سلبيات الثمن باش تكونوا عارفين كل شيء. وكاينه واحده اخرى كيف ما كتشوفوا مازال مسدوده بالبليستر ديالها اللي ان شاء الله تكون نصيب واحد منكم. فوريوني التفاعل لكم خيالي كيف ديما. شكرا لكم مسبقا اي واحد يدير جيم ويتفاعل مع القناه اجين سولك، فهذا الشيء غادي يزيد بنا القدام باش حتى انا نتموتيفا ونبقى ديما نحضر لكم الجديد اللي كاين في المغرب واللي خارج المغرب حتى هو. وصراحه مكانه زوينه غتعجبكم غير تبعوا هذا لا فيديو. انا عارف بان بزاف الناس ديز عليهم المكانات اللي كيكونوا بحال هكا لا فورم ديالهم يعني مربعه بحال غادي واحد مستطيل طويل القدام، فهادو صراحه كيبانوا كلاس اكثر مقارنه مع المكانات اللي مولفين كنشوفوا اللي كيكونوا مدورين اموليد بزاف ديال النقاط غيقدروا يعجبوكم. ومؤخرا يلاه كنت درت لكم دابا تقريبا شي 15 يوم الاكتور ديالهم حتى هي يلاه خرجوا وكانت عجباتكم بزاف. فما نطولوش نبداو اول حاجه بالانبوكسين. شكرا لكم مسبقا على التفاعل والدعم ديالكم. نبداو نوريكم شنو كيجي في هاد كاس 3. فاول حاجه البواطه كتجينا باللون الابيض، فيها التصويره ديال المكانه في الواجهه. دونك نحيدوا لها هاد الميكا ديالها اللي لاصقه بها. غنلقاو عاوتاني غشاء اخر في الداخل مكتوبه فيه كي سيليكت كيف ما كتلاحظوا، وكنلقاو تحتو نيسان المكانه ديالنا كاس 3. نحطوها جانبا، غادي نلقاو بواطه صغيره هادي اللي فيها الشارجور ديالها كيبان زويون نفس الشارجور اللي شفنا في المكانات السابقين ديالهم. وغتلقاو بواطه اخرى اللي فيها السكرين باش تقدروا ديروا تابليكيو على المكانه ديالكم، وحتى هذاك بحال واحد الكارطون ناس صغيره فيها واحد البلاصه ملسه باش تقدروا تلصقوه بشكل اللي جاي. هاد كنلقاو كتاب ديال كيفيه الاستعمال في لي ديتاي كاملين، والمكانه ديالنا كتجي على سكر. نحيدوا لها داك الستيكر اللي كاين في الشاشه. فهادي هي البوكوصه ديالنا الكي اس 3 كيف ما لاحظتوا. ولاحظتوا واحد النقطه بانه عاطين مع داك السكرين الصراحه كيبان مخدوم بداك الستيكر، مختلف على لي سكرين اللي كانوا كيعطيو في المكانات الاخرين، وعاطين مع حتى هذاك باش تقدروا تلصقوا. يعني من ديروا السكرين على الشاشه غتبقاو دوزوا هذيك بحال هكا باش ما يبقاش دوك البويقات اللي كيكونوا لتحت. واول نظره غتحسوا بان المكانه كلاس بالاخص في الكادرون، يعني كامل اللي داير بالشاشه ماشي بلاستيك، مصاوب من الالومنيوم كيف ما كتشوفوا بخامات اللي زوينين، لا من الناحيه ديال البوطونه لا من الناحيه داك الكرون اللي كيدور. صراحه هو مطبوعه في دكه ديال كي سيليكت لوغو ديالهم، وفي واحد الخيط واحد الخط اللي احمر في الجنب ديالو كيف ما كتلاحظوا. هذه عاطين واحد اللمسه اللي الصراحه كتبان زوينه ما بين داك الزرق فونسي والاحمر. ستراب اللي كيجينا بها ديال السيليكون، دونك حل بازيك عادي ماشي شي ستراب كيبان فخم ولا كلاس، مي اللي زوين هو انه كتقدروا تبدلوه على حسب الشكل والذوق ديالكم. هما نيت في السيت ديالهم غنخلي لكم كيف ديما في لا ديسكريبسيون تحت، عندهم بزاف ديال لي ستراب بحال هادو اللي كتشوفوا كيبدلوا الصراحه الشكل ديال المكانه بشكل اللي مختلف على حسب مثلا تكونوا اللبسه ديالكم، ولا اللي عندكم مثلا كتلبسوا اللبسات بالوان مختلفين ولا كثر مثلا في الزراق ولا الباج ولا هذا، تاخذوا دي ستراب بنفس اللون باش يمشيو مع داك الستيل ديالكم. هذه فكره صراحه زوينه. لي كابتور كاملين اللي غادي تحتاجوا كاينين في البلاصه اللورانيه كيف ما كتلاحظوا، كدعم المكالمات فيها بلاصه باش تدوزوا لي زابيل، وفيها البافلور وحتى لي ميكرو كاينين في هاد الجهه، كاينين جوج ما عرفتش الصراحه واش جوج ديال لي ميكرو، مي هادو هما البلاصه ديالهم. دونك شنو غنصبهم المكانه اللي فخمه وتكون كاليتي ديالها زوينه وتكون كتبها في المغرب وفيها غارونتي ديال عام، يعني الا مشات طرات لها شي حاجه بوغات ولا شي حاجه غتكون عندكم سيرفيس ابخي فونت. فغتبغيو اول حاجه الشاشه اللي تكون اموليد، وهذا الشيء اللي كاين في هذه اللي كتشوفوا دابا. واللمسه الاضافيه هذه المره بحال اللي شفنا في البالانس الا شفتوا في لا فيديو السابقه اللي ديال الاكتور، ليكرون كيرفد نسبيا كيف ما كتشوفوا اموليد وكيرفد غتلاحظوها في الشاشه في القدام، وما بين اكبر لي سايز ديال الشاشات لي اموليد فيها 2.1 بوص كيف ما كتشوفوا. دابا نعطيكم نيشان هذوك النقط اللي زوينين اللي غادي يقدروا يعجبوكم في هذه، حيت المكانات راه كنجربوا بزاف، ولكن شنو الاختلاف واللي يميز هذا الكي اس 3 هو كيف ما قلت لكم اموليد تصميم بوغوس و جي بي اس انتيغري فيها بسته ديال لي ساتيليت كيكابتي السينيال. وقت ما بغيتو مثلا ديرو شي سبور غادي اول حاجه يلونسي لكم الجي بي اس، الا كان سبور اوت دور يعني خارج المنزل فغيلونسي باش يعطيكم يعني الاتجاه اللي كنتو درتو ولا المسار اللي درتو في داك سبور ولا داك المشيه ولا داك الجريه اللي درتو. وهذه نقطه زوينه هاد انه كدعم 5 ATM يعني 50 متر تحت الماء من ناحيه ديال المقاومه ديال الماء،
فهذه نقطة تاهي إيجابية وزوينة. نقطة أخرى لا تقدر تأتي لكم وهي أن كيف ما قلت لكم فيها باف، يعني كتقدروا تخدموا فيها موسيقى إلا كاينة في التليفون، ولكن شنو هو الإضافي والجديد؟ بحال أكتر اللي شفنا في الفيديو اللي قبل كاين نفسه في هذه، يعني أنه كتقدروا ديروا فيها موسيقى هي وفيها ستوكاج ماشي كبير صراحة، ماشي حاجة اللي زوينة 30 ميجا مقارنة أكتر كانت فيها كنظن 20 ميجا، هذه فيها 30 ميجا تقدروا ديروا تقريبا واحد 6 الموسيقى مثلا اللي كتصنطوا لهم بزاف وبالفورما ديال ام بي 3 وديروهم فيها، دوزوا من لابليكاسيون نيشان ليها وتقدروا حتى إلا بغيتوا مثلا التليفون تخليوه في المنزل وتخرجوا ديروا سبور غير بالمكانة ديالكم غتقدروا ديروها وتكونكتيو المكانة مع لي زيكوتور بيناتهم بالبلوتوث وتصنطوا في الموسيقى بلا ما يحتاجوا التليفون. اش بان لكم؟ هذه خاصتي الصراحه اللي عجبتني وبغيت نبدا نشوفها في تقريبا المكانات كاملين اللي غيخرج. كتجينا بالبلوتوث 5.3 فيها واحد اللمسه عاوتاني اضافيه جديده اللي لاحظتها فيها واحد لي في 3D، الا درتو سوايب لهذوك لي مونيو اللي كاين لي ويدجيت اللي كاينين في اليمين مثلا ولا اليسار كتكليكيو عليهم كيخرج واحد الفورما كامل 3D كيف ما كتشوفوا بوغوس، ومين كتدخلوا له كتلاحظوا بان بحال كدير واحد زوم ان كتدخل في داك المنيو كتحس بواحد لي في زويب. هاد فيها مثلا دي كادرون بالتروادي يعني كيتحركوا دونك كدعم لي زيفي 3D. كاين عاوتاني في لابليكاسيون بزاف ديال لي كادرون اللي تقدروا تختاروا على حسب الذوق ديالكم، وتقدروا حتى ديروا مثلا من الغاليري عندكم تختاروا شي تصويره ديالكم كيف ما كتشوفوا بحال هذه وديروها نيشان في المكان. 150 مود دو سبور اللي كاين فيها وهذه حاجه اللي زوينه تقدروا تدخلوا لهم كاملين من هاد البوطونات التحتانيه. فيها جوج ديال لي جو الناس اللي غيبغيو يدوزوا الوقت طلع لكم الدم ما لقيتو ما ديروا مثلا فتقدروا ديروا مثلا هذا ديال الطوموبيل، وكاين هذاك الاخر كيف ما كتشوفوا حتى هو سلاسه فيها صراحه زويونه وسموت في المنيو كيف ما كتشوفوا تحكموا يا بالصبع ديالكم يا بداك الدواره اللي كاينه في من في البوطونه. حتى هذاك المنيو الفوقاني اللي فيه لي بارامتر ديال بلوتوث واضاءه وداك الشيء كامل كتقدر من كتهبطوا ولا فيه واحد لي في اللي لاحظتوا دابا هو كيهبط ترونسبارون حتى كتلقوا يديكم هذا كيولي اللون ديالو اسود في الفون ديالو الا لاحظتم. المهم هادو ديتاي زوينين كنلاحظهم كنبغي نبارطاجيهم معاك. واحد الكادرون تا هو زويون عجبني هذا دخلته من لابليكاسيون فيه بحال لي سامبول ديال المات كيف ما كتشوفوا، وحتى لي سكوند راه خدامين في هاد تحت المكانه زوين هذا الصراحه الا خديتوها ديروه غيقدر يعجبك. واحد المون سميتو امبيانت فوليوم هذا ديال كتقدر ديتيكتي لكم يعني الصداع اللي داير بكم، كل ما كان صداع كتقول شحال ديال لي ديسيبل كاين في داك الصوت ولا واش ديك البلاصه اللي فيها نتوما هادئه ولا لا. بوطونه وحده تقدر تحسب لكم لي ستات كاملين ديالكم وهذه زوينه. بلاصه ديال لاجوندا حتى هي ضافوها فيها، كالكولاتريس كاينه وبزاف ديال لي مينيو اخرين ما ندقوش فيهم مي راه مولفين كنشوفهم في بزاف ديال المكانات. انا دابا كيف ما قلت لكم عطيتكم العصير ديال داكشي الزويون والجديد اللي يقدر يعجبكم في هاد الكي اس 3. الشيء الاخر مولفين عليه ما كاينلاش نبقاو ديما نعاودو. باتري زويونه داروا السايز ديال هاد المره كبر من ديال اللي قبل كي اس 2، هذه فيها 400 ميلي امبير في لا باتري. على حسب الاستعمال ديالي وعلى حسب ستات انا شخصيا كيجوني بزاف ديال النوتيفيكاسيون مع لي ريزو سوسيو هادشي كامل راكم عارفين، دونك كل مره ليكرون كيشعل فقدر على حسب المده والبورسنتاج ديال النقص يقدر تجبد معايا هذه 5 ايام، وما قالوا تقدر تمشي معاك حتى 15 يوم الا كان استعمال اللي عادي وخفيف الا ما كنتوش مثلا مكونيكتينها لابد مع التليفون ولا غتشوف غير المكانه ولي نوتيفيكاسيون ما كيخدموش لي كابتور بزاف. انا اللي نقدر نقول لكم على حسب التجربه ديالي كتجبد ما بين 5 ايام حتى سيمانه واسبوع ديال الاستعمال الا كان يعني استعمال متوسط متواضع، كان بجد راه يقدر ينقص، كان الاستعمال ديالك كتشوف غير في المكانه ومره مره كتشوف لي نوتيفيكاسيون يقدر تجبد معاك اكثر، وهذه حاجه صراحه مزيان. المكانه اللي زويونه عجبتني كيف ما عجبوني اللي قبل الكي اس ديالهم، كان التصميم المربع وداك السوفت وير ديالهم اللي كاين واحد اللمسه يعني ما كتشوفش داك السوفت وير اللي بازيك في بزاف ديال المكانات اللي ستاندار كاينين في السوق، اما هذا كتشوف اللمسه ديالهم اللي خدمات عليها كي سيليكت فكيخليها تكون اونيك. وهاد كيف ما قلت لكم الجي بي اس الاموليد الموسيقى اللي كتقدروا تستوكيو فيها هادو هما ثلاثه نقولوا وهاد الديزاين ربعه ديال النقاط الاساسيين اللي كيميزوا هاد الكي اس 3. النقطه السلبيه الوحيده اللي لاحظت هو هاد ستراب هو زوين ونشاد في راسو هذا غير هو انا كنبغي لي ستراب يكونوا فيهم شي اف واعر بحال هادو اللي شفتو اللي تقدروا تاخذوهم من عندهم كون كانت في البواطه كانت تكون اضافه زوينه. انا دبرت لكم كيف العاده من عندهم كوبون اللي كينقص الثمن 50 درهم ديروه لابد هو اجين سويك، ملي تكونوا دوزوا كوموند في السيت ديالهم كتبوا اجين سويك غتنقص 50 درهم تتبان لكم بان نقصات في الثمن، هذيك الساعات ضيفوها في السله يعني في البانيه ولا ديك الساعات دوزوا كوموند نيشان. الثمن ديال هذه حاليا واصل ل 850 درهم ناقص ديك 50 كيبقى ب 800 درهم وبغارونتي كيف ما قلت لكم ديال عام. اش بان لكم دابا نتوما قولوا لي بدل الراي ديالكم واش عجبتكم ولا لا، وقولوا لي
في لي كومونتير تحت واش ديجا خديتو شي ماكانات سابقين ديال كيسات، وعطيونا الراي ديالكم والفيدباك ديالهم من مورا مده ديال الاستعمال، شنو عجبكم شنو ما عجبكمش، واش الكاليتي ديالهم كانت زوينه. وان شاء الله عطيتكم كيف ما قلت لكم هذه جديده من نصيب واحد منكم، فما عليكم راه عارف ما كاين لا صوت لا والو، كتب غير كومونتير باش نقدر نعزل واحد منكم. والسحب غنديروا من هنا الاسبوع في لي ستوري في انستغرام، لابد تتابعوني في انستغرام حيت بعض المرات كندير السحب واللي اللي كيربح كنصيفط ليه كومونتير كنجاوبوا على الكومونتير اللي خلاه وما كيجاوبنيش. بحال دابا واحد التيراج او سوغ اللي غنعاودوا، الناس اللي متبعين في انستغرام اللي عندكم من دابا نعاودوا حيت داك السيد ما جاوبنيش. المهم خليكم على القناه تتبعوا ديما لي ستوري اللي كندير في انستغرام. شكرا مره اخرى على التتبع ديالكم، حد موفق للجميع، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي قريبا، السلام عليكم. All your love, it's burning hot.